السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبد القادر القدوري رئيس جمعية البيان، باسمي وباسم مكتب البيان نرحب بموقع إيروكاسيتا في مدينة لوكرن في بلجيكا. وبالنسبة باش نعرفكم على الجمعية، غادي أول حاجة الأنشطة المهمة ديال الجمعية هي كتكون تعليم الأطفال التربية الإسلامية واللغة العربية، وعدد التلاميذ بالمؤسسة تقريبا تتراوح بين 200 تلميذ وتلميذة، وهذا التلاميذ كتفرقوا على أفواج، كاين المستوى اللي كما نقولوا حنا بالنسبة معروف عندنا في المغرب هو الأطفال، وكان القسم التمهيدي القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث حاليا. وبالمناسبة نعرف الجمهور الكريم بمؤسستنا التي هي حديثة العهد، حيث تأسست يوم 28/5/2016 من هذه السنة. وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالغنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضليل، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكما تتوفر المؤسسة على 5 أقسام مجهزة بأحدث الوسائل، وتتوفر أيضا على قسم خاص للأطفال، وهناك 3 أقسام في إطار إنجاز ونظرا لإقبال أبناء الجالية على هذه المؤسسة. أنا إنسان، أنا إنسان، سواني ربي الرحمن، أعطاني عقلا ولسانا. بسم الله بسم الله ونور الله، بسم الله بسم الله، إن ومن المرافق التابعة للمؤسسة هناك ساحة تتوفر على ملعب لكرة القدم وكرة المضرب، إلى جانب حديقة حيوانات للترفيه. بالمناسبة باش ما ننساوش نشكر الأخ جمال جبار، هو اللي كان الممول الرسمي لهذه المؤسسة بالمقر ديالها وبالأجهزة ديالها كاملة، لا هو اللي يعني ساهم يعني بالملك ديالو الخاص، عطى لنا هذه البقعة الأرضية وبنى لنا فيها الأقسام. وأخيرا ليس أخيرا نوجه الشكر الخاص لقناة إيروكاسيتا في شخص السيد أحمد بوكلاطة وحياة بركان ومحمد الحموشي وكل الطاقم التقني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.